شكرا لك جيمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصرية متابعة لجولة السيد رئيس مجلس الوزراء بحدائق العاصمة. وبالعودة إلى اجتماعات اليوم السادس والأخير للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة، ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، يعني ضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع الأخير وأبرز الملفات التي كانت مطروحة فيه. نعم عبد الله، تحية لكم من مقر مجلس النواب. منذ قليل انعقدت الجلسة 11 والأخيرة، نحن نتحدث عن 11 جلسة لهذه اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين رئيس هذه اللجنة والنائب الأول لمجلس النواب. نتحدث عن الجلسة 11 التي يشارك فيها الآن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التموين. يتم بحث العديد من المناقشات حول برنامج الحكومة الذي الإعلان عنه مسبقا. وكانت أيضا اليوم هناك الجلسة 10 وحضر فيها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. استمرت هذه الجلسة أيضا عدة ساعات وتم مناقشة العديد من الملفات، سواء للسياسة الخارجية أو فيما يخص ملف المصريين بالخارج وخاصة الطلبة. وتحدثت مع عدد من النواب في أعقاب نهاية هذه الجلسة العاشرة، وكانه تم التأكيد على التعامل مع العديد من الملفات فيما يخص السياسة الخارجية أو أيضا ملف الطلبة المصريين بالخارج. نحن نتحدث عبد الله عن 6 أيام متوالية لعمل هذه اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من مجلس النواب وتضم 42 عضوا. هذا هو اليوم الأخير الذي يتم فيه عرض برنامج الحكومة ومناقشة السادة نواب مجلس النواب ونواب الشعب لهذه الملفات. نعم أحمد، طيب أشكرك جزيل الشكر الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.